دايما متعودين مع حضراتكم بنبدأ يعني أول فقراتنا في صباح الخير يا مصر بسؤال تفاعلي علشان نعرف تعليقات حضراتكم عليه. وسؤالنا النهاردة بيقول: صديق طفولتك لسه بتتواصل معاه ولا الدنيا مشاغل؟ يعني بالتأكيد الدنيا مشاغل، لكن هعرف جمانة بتتواصل مع أصدقائها ولا الدنيا مشاغل عندها؟ بص، أنا بالنسبة لي علاقة الصداقة دي يعني ما تقلش أهمية عن عيلتي حقيقي. أنا عندي فكرة وجود صحاب دي علاقة لازم تكون موجودة في حياتي، ما أقدرش أتخيل أن أنا أعيش كده حتى بمعارف، لازم يكون عندي أصدقاء وأصدقاء قريبين مني الحقيقة. صحيح الدنيا مشاغل ودايماً بنتشغل، لكن عندي كده مجموعة من الأصدقاء أنا بعتبر نفسي محظوظة بيهم الحقيقة. في منهم فعلاً من المدرسة، أصدقاء طفولة، في منهم من المدرسة وفي منهم كمان من الجامعة. وانا بالنسبه لي دول اقرب ناس ليا، يعني مهما بقى عدت سنين ومهما ابتديت في شغل ورحت اماكن كتير وعرفت ناس كتير، بس دول هم بالنسبه لي عارف زي الأساس. ما بيطلق عليهم كده الكومفورت زون، يعني المكان او الناس اللي انا فعلا برتاح وهم مكان موجودين. الامن بتاعك بتدخلي تحسي براحه وما بفكرش فانا بقول ايه ولا بعمل ايه، خلاص عرفنا بعض، يعني حق المعرفه زي ما بيقولوا. ففعلا اي حاجه بتبقى طالعه بتلقائيه وعفويه، وانا كمان شخصيه يمكن بحب ابقى دايما متواجده في المحيط اللي انا ابقى فيه براحتي، من غير ما ابقى مركزه انا بقول ايه او بعمل ايه. انا يعني ده المكان اللي انا ببقى مبسوطه فيه. اللي بتقولي ده انا حاجه اشهد بيها، يعني بتطفي روح، يعني عارفه جو من البهجه بمجرد ما تبقى موجوده في اي مكان. خليك يا احمد والله، شهاده على الصبح كده يا جماعه. شكرا. ميرسي والله، ميرسي. بس يعني انت طبعا يعني برضو دي حاجه عشان انت شخصيه بشوشه. الله يبارك لك. وطبعا محترم فعلا، حتى التعامل معاك مريح جدا، فيمكن عشان كده. بس يعني انا من اصدقائك طيب دلوقتي ولا هفكر؟ لا طبعا طبعا اكيد. ولكن برضو حتى من الشغل دايما كنت بسمع زمان انه صعب قوي انه يبقى عندك اصدقاء من الشغل، لكن لا، عندي برضو اصدقاء من الشغل فعلا، وخرجت باصدقاء واصدقاء مقربين جدا الحقيقه ليا من الشغل، وطبعا شرفني ان انت واحد منهم. طب يا احمد، بمناسبه الاصدقاء من الشغل، لان يمكن دي حاجه في صلب الموضوع برضو، في مثل دايما يقول لك عدوك ابن كارك، عشان الغيره، عشان الحسد، علشان يعني انت عارفه دايما الاثنين اللي بيبقوا موجودين في المهنه بيبقى عندهم نوع من انواع التنافسيه. شايفه التنافسيه دي بتاثر على حاله الصداقه؟ يعني ممكن موجوده، يعني مش عايزه ادعي المثاليه، موجوده. بس برضو انا مع انه لا، في اصدقاء وممكن تخرج من الشغل باصدقاء فعلا كويسين ومقربين ويكونوا خايفين على مصلحتك وينصحوك ويدوك معلومات ويفيدوك دايما. صح. وده موجود في كل المجالات الحقيقه، يعني وحتى في مناحي الحياه محافظة عليه. يعني عندي اصدقاء فعلا من المدرسه، وزي ما قلت لك يعني كل مرحله عندي فيها صحاب. ما بنتكلمش كل يوم، لكن يعني اول ما نتكلم احنا بنحكي كل اللي فات، واثقين في بعض 100%. مش محتاجين نتكلم كل يوم بقى وانت ما اتكلمتي، انت ما اتكلمتش، وانت ما اتكلمتيش، وانت ما سالتيش، لا خالص، مفيش بينا الكلام ده، ودي حاجه مريحه جدا. بس انت قول لي بقى. بصي، انت قلتي يعني خلاصه الكلام فعلا، اللي فكره ان الصاحب الحقيقي مش بيلومك انت غبت ليه وما بتسالش ليه، في علاقات مريحه. الصديق كده وقت الضيق. صح. دايما صاحبك الحقيقي هتلاقيه موجود، مش مرتبط ولا بزمان ولا مرتبط بمكان. وقت الازمات، وقت الشده، هو الصاحب الحقيقي اللي بحس هو ده بقى الصاحب، هو ده الاختيار الامثل اللي صحيح. موجود. ودايما بلاقي الصحاب دول بالمناسبه يا جمانه موجودين في اصدقاء الطفوله. يعني انا عندي اصدقاء الطفوله الحمد لله عندي 3 أو 4 انا محافظ عليهم من طفولتي، كانوا معايا من كيجي لحد النهارده، واحنا محافظين على بعض، ويعني دايما بنود بعض ودايما بنسال بعض على بعض. ويمكن هحكي لك قصه طريفه كده سريعا. في فتره من الفترات غيبنا عن بعض حبه حلوين، مع اصابتي بكورونا السنه اللي فاتت، الحمد لله كانت اخر مره تم اصابتي فيها بكورونا يعني، الحمد لله السلام. فمع اصابتي بكورونا كان واحد من اصدقائي دول عارف، فاتصل بيطمن عليا وقعدنا نتكلم. فاحنا بنتكلم لقيته بيقول لي: انت لسه بتسال على حد؟ قلت له والله انا ما اعرفش غير فلان وفلان. فاقترحنا على بعض: طب ما تيجوا نعمل جروب واتساب، يبقى حاجه ايجابيه بقى، استخدام التكنولوجيا في حاجه ايجابيه اهي، وكل حد معاه رقم يبتدي يضيفه على الجروب ده. فلك ان تتخيلي اللي احنا في ظرف والله ما مبالغه 3 ساعات فعلا كنا جمعنا تقريبا، يعني احنا كانت المدرسه بتاعتنا كانت مدرسه خاصه فكان فيها فصلين، فانت متخيله اللي احنا في ظرف 3 ساعات جمعنا الفصلين على جروب واتساب. مش بس كده، لا، بدانا اللي احنا نتقابل وننزل نلعب كوره، نخصص يوم ولو يوم في الشهر. يعني ما كررناهاش كتير، بس في ذكريات الطفوله. في طبعا احلى حاجه واحلى ذكريات موجوده في العمر. يمكن انت قلتي على حاجه مهمه جدا يا جمانة، الاصدقاء هي اصدقاء مرحله عمريه، كل مرحله
دايما بتختاري وبتنتقي منها واحد او اتنين هما بالنسبة لك الامان، هما بالنسبة لك دايما ما فيش حاجة اسمها شخص يعيش في جزر منعزلة، شخص يعيش منفرد، وان كان في ناس كده بس انا بالنسبة لي في ناس بتفضل كده ده حقيقي، بس انا بالنسبة لي الناس اللي بتعمل كده بالظبط بالظبط بشبهها، واسف التعبير اللي هو يعني اللي انا هقوله البلاغي الكبير بقى اللي على الصبح ده، بس انا بالظبط بشبهها بالوطن المهجور، وطن ما فيهوش ناس، انت عايشه لوحدك، الوطن هو ايه؟ الوطن بشعبه، الوطن بناسه، انت متخيله ان انت قاعده في مكان لوحدك ما فيش ناس ولا بتودك ولا بتسال عليك ولا وقت الازمات تكون ناس موجوده جنبك وتدعمك وتثبتك في بعض المواقف الصعبه وتزقك لقدام عشان تكملي تكملي. لكن الاهم من فكره الصديق هو فكره اختيار الصديق نفسه، علشان كده أصدقاء الطفولة من وجهة نظري لازم نحافظ عليهم ولازم نكون في ود واستمرارية، لأن مفيش حاجة مشتركة بتجمعنا غير الحب. صحيح. ده اللي خلاني أسألك سؤال، يعني فكرة اللي أنا بقولك عدوك ابن كرك ولا لا، لأن أنا بحس إن هنا في نوع من أنواع التنافسية، فأحيانا بيبقى فيه غيرة، أحيانا بيبقى فيه حسد، لكن هناك مفيش غير حب. يعني أنا هختلف معاك هنا، إن دي أحيانا أنا بحس إن هي مفردات شخصية برضو، يعني ممكن حد يكون صديقك من الطفولة صحيح، ويعني أنت ممكن تكون خدت خطوات مختلفة أو أسرع شوية في الحياة، ممكن ما يكونش حابب ده، أو يعني ما تكونش نفسية سوية أو سليمة، ودي نفس بشرية وارد جدا، ده وارد إنه يحصل، ووارد ان يكون حد زي ما انت بتقول من نفس المجال اللي انت شغال فيه، مش شرط تكونوا اصحاب جدا ولكن نفسيه سويه فيساعدك ويدعمك وما الى ذلك. في الاخر بتكون مفردات فعلا، نرجع برضو فكرة شخصية. الاختيار الشخص اللي انت بتختاره في مواقف بتبين في الاخر الصداقه دي فعلا من اجمل واحلى العلاقات في الدنيا، يعني فكره ان يكون في حد وراك بيدعمك مش عايز منك اي حاجه، لكن مش معنى ان هو مش عايز منك اي حاجه ان احنا ما يبقاش في بيننا زي ما دايما بنقول على العلاقات رصيد بيننا وبين بعض، لازم نكون دايما واقفين في ظهر بعض، ما ينفعش صحيح. تكون علاقه من طرف واحد، يعني يكون في شخص دايما هو اللي مهتم واللي بيسال واللي بيدعم والشخص التاني مجرد متلقي. دايما اي علاقه في الدنيا حتى لو علاقه بين ام وولادها، اب واولاده، اب وام، اي علاقه في الدنيا لازم يكون فيها عطاء متبادل ولازم يكون فيها اهتمام متبادل. لكن اصدقاء طفولتنا دايما الحقيقه زي ما بنقول لحضراتكم هم بالنسبه لنا الذكريات الحلوه. انا هنا غيرت بيت الشعر اللي دايما بيقول ليت الشباب يعود يوما، اقول لك ليت الزمان يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب، يعني الزمان لو رجع بيا لا 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 هرجع تاني لذكريات الطفوله اللي هما بالنسبه لي الامان لينا. يمكن احنا طولنا على الساده المشاهدين، بس احنا رجعنا بس بذكريات كتيره قوي فحبينا نتكلم مع حضراتكم فيها. على اي حال سؤال حلقتنا النهارده هو صديق طفولتك لسه بتتواصل معاه ولا الدنيا مشاغل؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده، وكمان قولوا اساميهم عشان نصبح عليهم هم كمان. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.